السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول تام مسموع نقدم لكم قصة وعبرة بهلول المجنون لهارون الرشيد. قصة وعبرة يحكى ان بهلولا كان رجلا مجنونا في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. ومن طراء بهلول أنه مر عليه الرشيد يوما وهو جالس على إحدى المقابر، فقال له هارون معنفا: يا بهلول يا مجنون، متى تعقل؟ فرقد بهلول وصعد إلى أعلى شجرة، ثم نادى على هارون بأعلى صوته: يا هارون يا مجنون، متى تعقل؟ فأتى هارون تحت الشجرة وهو على صحوة حصانه، وقال له: أنا المجنون أم أنت الذي يجمع المقابر؟ فقال له بهلول: بل أنا عاقل. قال هارون: وكيف ذلك؟ قال بهلول: لأني عرفت أن هذا زائل، وأشار إلى قصر هارون الرشيد، وأن هذا ذا باقي، وأشار إلى القبر، فعمرت هذا قبل هذا، وأما أنت فأنك قد عمرت هذا، يقصد قصره، وخربت هذا يعني القبر، فتقرأ أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنه مصيرك لا محال. وأردف قائلا: فقل لي أين المجنون؟ فرجف قلب هارون الرشيد من كلمات بهلول وبكى وهو يقول: والله إنك لصادق. ثم قال هارون الرشيد: زدني يا بهلول. فقال نعم. فقال بهلول: يكفيك كتاب الله فالزمه. قال هارون: ألك حاجة فأقضيها؟ قال بهلول: نعم، ثلاث حاجات إن قضيتها شكرتك. قال: فاطلب. قال: أن تزيد في عمري. قال: لا أقدر. قال: أن تحميني من ملك الموت. قال: لا أقدر. قال: أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. قال: لا أقدر. قال بهلول: فاعلم أنك ولست ملك، ولا حاجة لي عندك.